بعد ما لاقوه من مآس وآلام، تمكنت أسر من قضاء الحويجة من الهرب من تنظيم داعش إلى المناطق التي تسيطر عليها القوات الأمنية. وكالة رويترز أوردت صوراً عن فرار عشرات الأشخاص من المدينة وهم يجتازون مناطق وعرة تحت ظروف في غاية الصعوبة، كما نقلت شهادات عن أسر تمكنت من الفرار بعد معاناة مريرة. تحدثوا عن الفترة التي وصفوها بالسوداء في أثناء سيطرة تنظيم داعش على المدينة، مختزلين ما عايشوه بأنهم انقطعوا عن الحياة لأكثر من 3 سنوات. بس جينا لجاي فرحنا، خلصنا من ذول الدواعش موتونا موتونا من الجوع، ما خلونا نعيش حياتنا. ريت عبرنا وقضبونا، 4 مرات عبرنا وقضبونا، وهالمرة عبرنا والله سهل جينا وصلناكم، بس نريد نوصلكم وخلاص.